في إطار مكافحة الجريمة في الوسط الحضري، تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة السينيا بأمن ولاية وهران من وضح نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة وبطريقة غير قانونية. هذه العملية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و53 سنة، وحز ما يفوق 3000 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي من عائدة الترويج يفوق 19 مليون سنتيم.